خلال تطبيق على فكرة الديسبليسمنت باور فاكتور والديستورشن باور فاكتور. في عندي لود نون لينير لود عمال بسحب الكرنس بتاعي. خليني اول شيء ارسم النون لينير لود. هون عندي نون لينير لود بعرفش انا بالضبط شو هو. حطيت عليه هون ساينوسويدال فولتج. هاي ناس. بسحب كرنت اي اس. جيت اطلعت على اي اس وحللته. هلا الفولتج 220 هذا هو 220 فولت. اذا ما حكيت شيء شو بتفترض انه 220؟ ار ام اس. اذا هون عندي في ار ام اس والفريكونسي بتساوي 50 هرتز. هلا المطلوب اني اطلع الباور فاكتور. الباور فاكتور طبعا يعني انا ما بحكي الباور فاكتور هون. إذا الباور فاكتور بدي أحسب الديسبليسمنت وبدي أحسب جينا الكرنت هذا حللناه بالنسبة للفولتج فحللناه شو حللناه يعني هذا الكرنت؟ هذا الكرنت طبعا اي اس نون ساينوسويدال حللناه فككناه لايش؟ ساينوسويدال. شو بنسمي العملية هاي؟ لما بعمل هيك بحلل الكومبوننتس تبعته شو هاي اسمها؟ حللناه ايش السيريز اسمها؟ فورير سيريز. عملنا فورير سيريز عليه فعندي الهارمونيك نمبر هي الفيرست هي الثيرد ما فكرش في اولد هارمونيكس يعني هذا اي 1 هذا اي 3 هذا اي 5 اي 7 وقفت انا هون عند اي 9 اي 11 واي 13 لاحظوا فيش او فيش ايفن هون بالحاله هاي وجينا طلعنا هون طلعت انا على الار ام اس هي هون ار ام اس امبير عندي بهاي الحاله 18.4 ايش نسمي دائما هذا الاول؟ فاندمنتال 18.4 والثاني هذا 5.22 هذه هون القيم ار ام اس مش بي 3.02 1.51 1.38 1.21 0.86 وبعدين هون اخذنا الزاويه ان 16.5 degrees. شو معنى هاي؟ هاي الزاوية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفولتج سورس. إذا الفوندمنتال لما حللناه شو وجدنا؟ وجدنا إنه عبارة عن ساينوسويد، طبعا هو لازم يطلع ساينوسويد. البيك مش البيك تبعه، الآر إم إس تبعه كان 18.4، أنا بقدر أطلع من هذا طبعا البيك مش هيك؟ شو بعمل؟ بضربه بجذر التنين. والزاوية بينه بين أي 1 وفي شو كانت؟ 16.5 نيجاتيف ماينس اذا الكرنت هذا الكومبوننت بالنسبه لفي اس ايش؟ لا وبعدين جينا اطلعنا على الثالث، الثالث كان 150 درجه بعدين عندي هون 60 ماينس 60 170 60 ناقص طيب شو معنى هذا؟ معنى انه الكرنت هذا لما جينا اطلعنا عليه وجدناه طبعا انا بدي اكمل هون لو بدي اكمل بقدر اكمل 15 و17 مش هيك؟ لكن احنا وقفنا هون عند ال 13 فكانه عمال بنقول انه هذا الكرنت مكون من مجموعه من الساينوسويد يعني شوف على فكره لو انك بتعرف شو عملت لو انك رحت هلا على السيميلينك او على على اي على ماتلاب وعملت ساينوسويد الويف فورم لها زاويه 16.5 والبيك تبعها طبعا بده يكون 18.4 في جذر التنين وجمعت لها ايش؟ جمعت لها ساينوسويد البيك تبعها 5.22 في جذر التنين وزاويتها ليدنج 150 جمعت هاي وجمعت هاي لما تجمعهم كلهم شو بيطلع معك اي شكل؟ بيطلع شكل الويف فورم اللي موجود اوكي؟ هلا في شغله مهمه ثانيه انا مش حاططها بالسؤال وخلينا احنا عندنا دائما اذا عندي اي اللي هو هذا اس الار ام اس له بيساوي I1 RMS تربيع زائد I2 RMS تربيع زائد I3 RMS تربيع شو يعني كأني عمالي بقول هون؟ طلعوا هاي المعادلة، شو بتقول هاي المعادلة؟ بتقول إنه إذا ربعت الـ RMS تبع كل هدول الكومبوننتس وجمعت هذا الـ RMS بعطيني مربع الـ RMS تبع الكرت الأصلي، كأني إيش عم بقول؟ تمام أحسنت، إيش يعني؟ كاني عمالي بقول انه الباور الموجوده بالسيجنال الاصليه هي نفس لانه لو هدول ضربتهم في ار كلهم مش هاي بتصير باور؟
وهي بتصير باور. فكاني عمال بقول ان الباور الموجوده بالسيجنال الاصليه هي مجموع الباورز الموجوده بالسيجنالز كلها. خذ الجذر التربيعي للجهتين، شو بصير عندي؟ بصير عندي اي اس ار ام اس بيساوي الجذر ل اي 1 ار ام اس تربيع زائد اي 2 ار ام اس تربيع الى اخره. مثلا لو بدي اقرب تقريبا وانا اطلع الار ام اس للسيجنال كلها، شو بقدر اعمل؟ باهمالي هذول، شو بعمل بهذول؟ بربعهم وبجمعهم. اذا تقريبا اي اس ار ام اس تقريبا شو راح تساوي؟ 18.4 بالعشرة تربيع زائد 5.22 تربيع زائد 3.02 تربيع الى اخره، حتى يحسب لنا هاي شو بتطلع معها، بتجمعهم كلهم هذول. ماشي واضح الهاي فاهمين؟ فلحتى لأنا ما اعطيتك هذه هيها واضحه هذه البوينت. ايوه تفضل. طيب ما استغربت يعني بنجمع باور كذا. هلا اذا انا عندي سيجنال وفككتها ل 2 او 3 سيجنالز كرنت وفككته ل 2 او 3 كرنتس، مش من المنطق انه الباور اللي موجوده بالسيجنال الاصليه هي نفس الباور الموجوده بالسيجنالز الجديده؟ صح مضبوط؟ ما بصير تضيع الباور، يعني الكرنت انا فككته الباور او الفولتج فككت الفولتج. فككته لقيمتين او ثلاثة، يعني مثلا عندي هون فولتج سورس 10 فولت قسمته ل 5 فولت و5 فولت، مش الباور راح يعطيني اياه هذا اذا شبكته راح يكون نفس الباور راح يعطيني اياه هذا، ونفس اللي اذا حطيت انا كرنتس من هون حطيت كرنت ان باراليل مع كرنت ان باراليل مع كرنت وخليت الكرنتس هذول كلهم يجمعوا، لاحظوا الفولتجز بيجمعوا ان سيريز بس الكرنتس بيجمعوا ان باراليل، مش هذول راح يضلوا ناخذوا لي نفس الباور؟ مظبوط؟ طيب لو انا هدول حطيتهم كلهم على نفس الريزستر، على ريزستر 1 اوم، الباور قديش بكون اللي كل واحد بعطيها للريزستر؟ اي سكوير ار، مش هيك؟ بس ار قديش انا حاطط قيمتها؟ 1. اذا هاي رح تكون مجموع الباورز اللي بعطوني اياها كل واحد من هدول، مظبوط؟ مش هاي المفروض انها تساوي الباور اللي بعطيني اياها الاصلي؟ يعني ما في فرق بين هذا الارينجمنت وهاي الارينجمنت، ها شوف حط هون 5 فولت وحط هون 5 فولت وحط هون 10 فولت، خذ مقاومه هون اسمها ار حتى لو ما كانتش واحد، ومقاومه هون اسمها ار، قديش الباور اللي بعطيني اياها هذا الفولتج سورس لار؟ في سكوير على ار مش هيك؟ 100 على ار. وقديش الفولتج الباور اللي بعطوني اياها هذول التو فولتج سورسز لهي؟ 5 تربيع على ار زائد 5 تربيع على ار، مش هيك؟ فهذا تربيع بده يساوي هذول اثنين تربيع. طلع معي شيء غلط هون هلا هيك. لاني انا هون المفروض اقسمهم بالار ام اسز، هذه هون غلط. لازم هدول يطلعوا جذر حتى يعطوني نفس الهاي، لا هون غلط لانه احنا هون سايلنسورز بنشتغل، المفروض ما حطيتش دي سي، دي سي فولتج سورسز هدول المفروض يكونوا اي سي فولتج سورس. ماشي واضحه؟ اذا هاي الباور اللي في السيجنال الاصليه بتساوي مجموع الباورز اللي بالسيجنالز المختلفه اللي موجوده. اذا هلا بنحسب الباور فاكتور، قديش بصير عندي الباور فاكتور؟ اذا هاي الباور فاكتور مكون من قسمين، شو هم القسمين؟ الزاوية الزاوية قديش؟ 16.5 كوساين 16.5 ما بيأثرش انها ماينس او بلس، هي لا مش هيك؟ والديستورشن باور فاكتور ايش رح يكون؟ 18.4 على 16. هلا اذا انت حسبتها بالطريقه هاي بتقسم على 19.5، اذا انت عارفها بالضبط تقسمها على 19.66 تطلع تقريبا 0.8 قديش؟ 0.9